عندما تحدث عن تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، هناك نظر بالتأكيد للأمن القومي العربية، يعني على خلفية أن تتداعى هذه الأمور وتدخل في نطاق يخشى منه لعواقب غير محمودة، ولكن بتأكيد الأمن القومي دوما هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه لأي دولة، وتسعى دوما الدول لتحقيق السيادة لها على كامل أراضيها، ويبقى دوما الحلم الأكبر هو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. حديث عن الشأن المصري، ربما أيضا تحديات وإنجازات تشهدها قوات إنفاذ القانون، ونخص بالذكر يعني التحية الواجبة دوما لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة، ونحن نحيي 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وأيضا قوات الشرطة وهذه المهمة في حفظ أمن الشارع المصري والمواطن المصري. وحديث يذكر في هذا الإطار عن تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وكثير من الدروس المستفادة، وكثير من المبادئ اللي بالتأكيد بترسى دعائمها من خلال عقيدة الدفاع الشرطي في مصرنا الحبيبة. أهمية هذه المناسبة ونتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا، وينضم معي وإلي عبر الهاتف دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ما هي الثوابت وما هي ربما المستجدات التي يجب أن تلاحق متطلبات وتحديات العصر الحالي؟ دعني أقول لحضرتك يا أستاذ ريهام أن تخريج دفعة من أكاديمية الشرطة اليوم هو استكمال لفرح كل المصريين بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر. فمنذ أيام قليلة كنا بنحتفل بانتصارات أكتوبر، وها نحن الآن نحتفل جميعا أيضا بتخريج دفعة من أكاديمية الشرطة. الثوابت زي ما سيادتك بتوضحي، الثوابت والعقيدة الراسخة أن هذه الدفعة من الطلبة اللي هو دراسة 4 سنوات، 1203 طالب اتخرجوا، وحصل أيضا دفعة أخرى من الحاصلين على ليسانس الحقوق، حصلوا 1200 ضابط على ماجستير القانون، وحصل أيضا 145 طالبة من الحاصلين على ليسانس وبكالوريوس التربية الرياضية على الماجستير. فضلا عن ذلك، ان كلية الدراسات العليا تم الاحتفال ايضا بتخريج 123 ضابط، ومركز البحوث بتدريب 734 متدربا. فضلا عن تخرج ايضا من كلية الشرطة متخصصين ب 409 طالب وطالبة حصلوا على دبلوم ادارة الازمات، منهم 19 طالب باللغة الإنجليزية من الدول التي باللغة الإنجليزية والدول التي باللغة الفرنسية. كل هذا التعدد وكل هذا التنوع يوضح للجميع أن التدريب والعلم أمران ينسجمان سويا لتحقيق الأهداف المتوقعة. بالضبط. وبالتالي زي ما وضحت لسيادتك الأعداد، كل هذه الأعداد تدربت تدريبا على أعلى مستوى سواء طلبة أو طالبات، وكل هذه الأعداد تدربت على أحدث طرق التدريب والذكاء الاصطناعي وكافة أنواع التدريب بهمة كبيرة وبعقيدة راسخة أن مصر دوما هي لابد من حمايتها. ويمكن حضرتك السيد رئيس الجمهورية أوضح ذلك في نهاية الحفل عندما تحدث لأسر الخريجين وللخريجين، وقام سيادته بتهنئتهم بالتخرج، وأوضح لهم أن شهداء كثير سقطوا من الشرطة ومن القوات المسلحة، بل أن شهداء من المواطنين العاديين سقطوا أيضا، وكل هذا في سبيل ثمن غالي ألا وهو ارتفاع ورقي الوطن. وبالتالي سيادته أثبت ورسخ في
أذهان الطلبة والطالبات العقيدة الآتية، وأكد عليها أن أنتم استلمتم مهمتكم، مهمتكم بدأت، وهذه المهمة يلزم أن يكون فيها بعد أن تعلمتوه من علوم ومن تدريب أن يكون فيها حماية المواطنين. المواطن العادي يتم حمايته، أما المواطن الذي يخرج عن السياق فنحن في دولة قانون، لابد من احترام القانون بكل درجاته فيها، وبالتالي بيتم اتخاذ الإجراءات طبقا لما يقتضيه القانون في هذا الشأن. إذن الحزم وقوة الرادة وفي ذات الوقت روح القانون ربما يعني، وذلك لا يخرج عن تطوير المناهج وعملية التدريب المستمرة ومدخلات جديدة ربما لتأهيل هذه الكوادر الشرطية جيل نعم. المستقبل لمصر الجديد. نعم، انت زي ما سيادتك بتقولي ان هذه الكوادر الشرطية وتأهيلها وما الى ذلك تم على اعلى مستوى، ولما اكد السيد رئيس الجمهورية في كلمته على دولة القانون تجدي سيادتك ان كل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستعانة بالتحول الرقمي، وعمل حوالي اكثر من 25 بروتوكول مع ارفع وارقى الجامعات اخرهم المجلس الاعلى للجامعات، ان كل ضباط الشرطة يتعلموا التحول الرقمي ويتم اختبارهم فيه وتدريبهم عليه. كل ذلك بيؤدي الى الارتقاء بالمستوى، وطالما تم الارتقاء بالمستوى النتيجة ستكون افضل وافضل بكثير. وفي هذا المنوال نجد ان الشرطة هي بالفعل حامية للجبهة الداخلية، وهي حامية للقانون وبترسخ دولة القانون. تبقى دوما حامية للوطن. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، وهذا هو خير التتويج للقائنا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة، وبعد قليل ألقاكم وساعة إخبارية شاملة على شاشة قناة النيل الأخبار. كونوا معنا.